خليني بقى اروح مع حضراتكم البيت الابيض بيقول لا ندعم وقفا عاما لاطلاق النار في قطاع غزه. دلوقتي طلعوا قالوا يعني مش مع وقف اطلاق نار نهائي لغايه ما نخلصوا على حماس. النهارده بقى البيت الابيض نفسه النهارده قال كلمتين كده على غزه وفي الاخر عايز يعتذر لمصر. انا بقول اهو وبأعلن للناس كلها ودلوقتي صدر بيان من البيت الابيض فيه تكذيب لما قاله بايدن عن الرئيس السيسي وعن مصر. فيه تكذيب واعتذار. فيه توضيح. هات لي يا ابني لو سمحت البيان لو عندك. بيقول اهو نوه البيت الابيض النهارده من شويه لسه يعني دقايق بان مصر قامت بدور جيد فيما يخص فتح معبر رفح والسماح لبعض الفلسطينيين بالدخول، واضاف البيت الابيض نشهد تراجعا في حده العنف بقطاع غزه ونسعى للوصول الى هدنه انسانيه. يبقى رده الفعل المصريه والاعلام المصري والموقف الرسمي المصري انه كلام بايدن يا جماعه اصله مصر برضه دوله والرئيس راجل مؤدب بشكل يعني الرئيس راجل انسان يعني في ناس تقول لك طب اطلع كذبه، يعني انا اقول للراجل انت كذاب وانت بتخرف؟ يعني مش مطلوب من رئيس الدوله او مطلوب من الدوله الرسميه يعني في تصريحات صدرت من بعض المسؤولين زي دار اشون وغيره تصريح رسمي انه مصر وفعلا واحنا عارفين معبر رفح لم يغلق قط، وده شهاده للتاريخ قدام ربنا نحاسب عليه امام الله. والله الرئيس مره قال اروح من ربنا فين؟ يا ريت تجيبوها لي يا اولاد. اروح من ربنا فين؟ قال كده اروح من ربنا فين؟ اهو مصر ترفض مرور الاجانب من معبر رفح ادخال المساعدات الى غزه اولا. اهو يا جماعه اهو يا جماعه يا جماعه عيب والله عيب ان ادافع عن موقف مصر في قطاع غزه. والله شايف من العار ومن العيب ان ادافع عن موقف مصر. انا شايف انه بننقص من قدرنا اذا دافعنا عن انفسنا فيما يخص القضيه الفلسطينيه. ده المفروض على رؤوس الاشهاد. شهد لنا قاده حماس، شهد لنا السلطه الفلسطينيه، شهد لنا الامريكان والغرب والشرق وكل الناس اشهدت بموقفنا. كل الناس الا السفل الاوغاد اللي بيحاولوا يغيروا الصوره ويشوهوا المشهد. تاني بقول اهو خبر النهارده، يعني لو الحلقه دي كلها فيها خبر بقول البيت الابيض يكذب تصريحات بايدن تجاه الرئيس السيسي ومصر. نقطتين فوق بعض. ايه اللي تحت؟ اهو هقرك بالنص اهو. مصر قامت بدور جيد فيما يخص فتح معبر رفح والسماح لبعض الفلسطينيين بالدخول، نشهد تراجعا في حده العنف بقطاع غزه. هم بيحاولوا يصلحوا اخطاء بايدن. بيحاولوا يصلحوا اخطاء بايدن. هفكركم الرئيس قال ايه على المعبر. شغال يا ابني. مصر لم تغلق معبر رفح ابدا. لازم تعرفوا ان معبر رفح لم يغلق ابدا. ان مصر منذ اللحظه الاولى انخرطت في جهود مضنيه اناء الليل واطراف النهار لتنسيق وارسال المساعدات الانسانيه الى المحاصرين في غزه. لم تغلق معبر رفح البري في اي لحظه. إدخال المساعدات الإنسانية بالحجم اللي يتناسب مع 2.3 مليون فلسطيني موجودين في القطاع، وإحنا حريصين على إن إحنا المساعدات سواء كانت طبية أو إنسانية في الوقت الصعب ده تصل إلى القطاع. ضمان النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية، وتحمل إسرائيل مسؤوليتها الدولية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال. ييسر دخول المساعدات إلى قطاع غزة، لأن النهاردة احنا بنتكلم على قطاع محاصر لا في مية ولا في كهرباء ولا في وقود. أنا هروح من ربنا فين لو أنا لسه؟ لو انا السبب في ان انا ما ادخلش لقمه عيش لاقدر ادخلها لغزه
أروح من ربنا فيه. لن أزيد، لن أزيد أمامكم وأنتم متابعين، بس احنا بنجمع الأمور.